إذا كنتم تظنون أنكم بقتلكم لنسائنا وبقتلكم لأطفالنا وبقتلكم لأبريائنا يمكن أن نتراجع. إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حيصيروا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حيصيروا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حيصيروا 10000، وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا.